السابع عشر من سبتمبر من عام 1913، بعث الأدميرال البريطاني بيذل برقية إلى حكومته تفيد بوجود أربع سفن حربية في مياه الخليج. وفي 30 من نفس الشهر وصل بيذل على ظهر السفينة هاي فلاير بصحبة أربع سفن لمواجهة الطراد الذي سترسله فرنسا إلى مسقط، نظراً لاشتداد الأزمة بين البلدين حول مستودع الأسلحة وقانون تجارة السلاح الذي أصدره السلطان فيصل بن تركي، والذي كانت تؤيده بريطانيا وترفضه فرنسا. وفي نهاية أكتوبر وأوائل نوفمبر استغلت جماعات تهريب الأسلحة فرصة تمركز السفن الحربية البريطانية في مسقط وعدم قدرتها مؤقتاً على حراسة الخليج، فأمعنت في تهريب الأسلحة، مما أوجد مجالاً واسعاً لها لترويج الأسلحة الفرنسية المصدرة. السابع عشر من سبتمبر من عام 2014، أعلنت وزارة الزراعة والثروة السمكية عن عزمها فتح 30 عيادة بيطرية وثابتة لتوسيع دائرة الخدمة البيطرية.